أهلا بكم إلى جولة جديدة في السودان. هذا المساء أبدوها بالعناوين. حركة جيش تحرير السودان جناح مناوي تدعو لتحالف يضم الحركات المسلحة لخوض الانتخابات. رسالة خطية من الرئيس الفاكر للبرهان حول مستقبل السلام في دولة جنوب السودان. السودان يعلن مشاركته في الاجتماع الثلاثي الأربعاء المقبل بواشنطن بشأن سد النهضة الإثيوبي. أهلا بكم. دعا رئيس حركة العدل والمساواة المواقع على وثيقة الدوحة لسلام دارفور بخيت عبد الكريم دبجو قيادة الحركات المسلحة للعمل من أجل السلام الشامل في الداخل. جاء ذلك لدى لقائه بدار الحركة بأم درمان بوفد حركة جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي. وأكد بخيت دبجو تمسكهم بثوابتهم التي تدعو إلى استعادة حقوق النازحين واللاجئين وتماسك وحدة تراب البلاد. وبحث اللقاء قضايا السلام وتحديات ما بعد الفترة الانتقالية التي تستوجب التقارب نظرا لوحدة الهدف والمصير. وحذر دبجو من العقلية الأحادية في إدارة شأن البلاد، ودعا إلى احترام التنوع العرقي والثقافي للشعب السوداني والانفتاح على الكل دون ممارسة أي نوع من أنواع الإقصاء. زول ماسك الكرسي ذاته ويفتكر كم جديد ولا قديم، ما يقول أنه بلا هو ما في زول تاني. فمسألة دي يعني المسألة دي شوية كده يعني ركز الناس وجرحوا الناس وكده. عشان كده أنا كلامي لنادل الأخواني المرافقان، سواء كان مني من ناوي، سواء كان عبد الواحد، سواء كان عبد الحلو، سواء كان مالي حجار، سواء كان كل الرفقان الموجودين، يعني يوحدوا نفسهم ويجوا لسؤالين. صحيح يعني قاعدين في داخل، لكن برضو الهدف نفس الهدف، نفس الفهم، نفس الحرف، ونحن قريبين للتحالف، قريبين للاندماج، قريبين لكل شيء. يعني ما عندنا حاجة يعني يوم من الأيام يحصل كده ولا كده. دعا وفد حركة جيش تحرير السودان قيادة مني أركو مناوي إلى تحالفات تجمع الحركات المسلحة استعدادا للانتخابات القادمة التي من خلالها يختار الشعب السوداني من يحكمه. وقال رئيس الوفد جمع الوكيل خلال زيارتهم لحركة العدل والمساواة الموقعة على السلام بدارهم بأم درمان، قال إن الوحدة أو التحالف هو الضامن لحقوق النازحين والكادحين من أبناء الشعب السوداني. السلام من الداخل عنوان أبرز لهذا التلاقي بين وفد النوايا الحسنة لحركة جيش تحرير السودان جناح مني أركو مناوي وأعضاء حركة العدل والمساواة بقيادة الجنرال بخيت عبد الكريم دبجو بدار الحركة بالعاصمة الوطنية أم درمان. يعني جت يعني نتمنى إنه الناس يعني تنظر لمصلحة العامة، تنسى كل المرات السابقة. يعني المرات ممكن تكون يعني خلانا انه احنا نسمي نفسنا اسماء كبيره، لكن اسماء كثيره، لكن في النهايه احنا حاجه واحده وشغالين للاهل، شغالين للقضيه، شغالين للاهل في كل مناطق السودان المتضرره من ضمن النزوه والنجوب. حركة العدل والمساواة بقيادة بخيت عبد الكريم دبجو التي وقعت على وثيقة الدوحة لسلام دارفور وارتضت دفع العملية برمتها من الداخل، أكدت أنها لا تزال على ثوابتها التي تحفظ وحدة البلاد وتحقق السلام. الزيارة دي بالنسبة لنا نحن رمزية كبيرة جدا ونحن بنقدرها، والرسالة اللي رسلتوها عبر هذه الزيارة بتأكد انه الطريق بتاع الشعار اللي قلتوه الحرية والديمقراطية والسلام والعدالة هو الطريق بتاعنا، وانه مهما اختلفت الطرق في النهاية الطريق الواحد اللي بلما الناس حنتلاقى بيه. حركة جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي دعت لفتح صفحة جديدة بينها وبين كل مكونات الشعب السوداني، كما دعت للوحدة من أجل الديمقراطية المنشودة التي يقرر فيها المواطن السوداني من وكيف يحكم. بعد الفترة الانتقالية ما لم نتحالف، ما لم نتوحد، ده هيكون نهايتنا نحن يا جماعة. أنا بكون صريح معكم، الخطاب ده أنا بوجهه لكل من الهامش المقصود به الآن. إحنا بنقصده الناس المنتهكين لمدة 60 سنة، الناس حقوقهم ضايعة 60 سنة، أبناء العمال، أبناء الكادحين، ديل لازم يتوحدوا. والكلام ده ما عنصري، عشان ما في زول يشيل يقول ده كلام عنصري. نحن دارين نتوحد، الكلام وين؟ البطال وين؟ زي ما قال دكتور يان بطال شنو؟ نحن عايزين نتوحد كلنا. عشان شنو؟ عشان في صندوق هيجيبوا من قزاز نرمي أصواتنا عشان نحكم السودان.
لقاء وفد حركة جيش تحرير السودان بالقائد بخيت عبد الكريم دبجو رئيس حركة العدل والمساواة الموقع على السلام تجاوز الحدود الضيقة إلى آفاق بناء الوطن بأيدي أبنائه جميعا. مصطفى عبيد الله الشروق، الخرطوم. وصل إلى الخرطوم مستشار رئيس دولة جنوب السودان تود جولواك حاملا رسالة خطية من الرئيس سيلفا كير مايارديت لرئيس المجلس السيادي الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وتتعلق الرسالة بمسار عملية السلام في دولة جنوب السودان. وأشار عضو الوفد السلطان ديوما توك أن جوبا تأمل في أن يسهم السودان في تعزيز السلام في دولة جنوب السودان، خاصة بعد انتهاء أجل الحكومة الانتقالية برئاسة سيلفا كير مايارديت، ومن المقرر تشكيل حكومة وحدة وطنية في أو قبل 12 من الشهر الحالي. وقال ديوما توك وزير الكهرباء بدولة جنوب السودان إن السودان من الدول الضامنة للسلام في دولة جنوب السودان. أتينا للخرطوم برئاسة المستشار تود جولواك عاملين رسالة خطية من سعد الرئيس سيلفا كير مايارديت رئيس جمهورية جنوب السودان لسعادة الرئيس عبد الفتاح البرهان رئيس السودان في إطار التشاور المستمر في ملف السلام لاتفاقية السلام في جنوب السودان. ومن المعروف أنه الفترة قبل الانتقالية وشق على الانتهاء، ومن المفترض أنه تشكل الحكومة الوحدة الوطنية يوم 12/11. والسودان هي دولة مهمة جدا، هي من الدول الضامن للاتفاق السلام في جنوب السودان. قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد حالة الطوارئ الوطنية للولايات المتحدة تجاه السودان في خطوة تعد روتينية. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن السودان لا يزال يشكل تهديدا استثنائيا وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة. وأشار القرار إلى أنه بالرغم من التطورات الإيجابية الأخيرة فقد استمرت الأزمة من خلال إجراءات وسياسات حكومة السودان ما أدى إلى استمرار إعلان حالة الطوارئ الوطنية. وجاء التمديد استنادا للأمر التنفيذي الصادر في نوفمبر عام 1997 وتوسيع حالة الطوارئ في الأمر التنفيذي الصادر في أكتوبر عام 2006 وكل من يناير ويوليو عام 2017. وافق السودان على دعوة وجهتها الإدارة الأمريكية لعقد اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية السودان ومصر وإثيوبيا الأربعاء بواشنطن حول سد النهضة. وأعلنت وزارة الري والموارد المائية أن وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله ووزير الري والموارد المائية ياسر عباس سيسافران الثلاثاء المقبل إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في الاجتماع الثلاثي. وأعلنت وزارة الري موافقتها على الدعوة الأمريكية للاجتماع الثلاثي يوم الأربعاء القادم الذي يضم إلى جانب وزارة الخزانة الأمريكية وزراء خارجية ومياه كل من السودان وإثيوبيا ومصر في حضور رئيس البنك الدولي. واختتمت بالخرطوم مطلع أكتوبر اجتماعات وزراء الري والموارد المائية لدول السودان ومصر وإثيوبيا دون التوصل لتفاهمات كبيرة في ترتيبات ملء وتخزين المياه في بحيرة سد النهضة. وحول هذا الموضوع معي عبر الهاتف من الخرطوم تايلا المدني الخبير في قضايا المياه. مرحبا بك، مساء الخير أستاذ تايلا. بدأ ما هو يعني الأمر المتوقع من هذه الدعوة الأمريكية لأطراف سد النهضة في الولايات المتحدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد، أهلا ورحب بكم ورحب بالشروق. في الحقيقة الأمر المرتبط طبعا بسد النهضة، وكما هو معلوم سد النهضة يعني أصبح حقيقة وواقع ويتعامل معه كل الدول الثلاث، خاصة بعد توقيع الاتفاق الثلاثي الذي أتاح للحكومة الأثيوبية الحصول على تفويضها. ونقاط نعم اسمعك استاذ تايلا. نعم،
طبعا الاتفاق تم على كل النقاط عدا في نقاط خلافيه اثنين اللي هو عمليه ملء بحيره الخزان وعمليه التشغيل. وطبعا كما هو معلوم انه الخزان اصلا يعني من الاثار المترتبه عليه بالنسبه للاخوه في المصريين وداون ستريم اللي هو مثلا بتاعت فتره ملء الخزان فقط لانه خزان لانتاج الكهرباء وليس لتخزين المياه. نعم. فالخلافات المحورين خلال الفترة الأربع سنوات المدت الاتفاق بيفتكر أن الأخوة الأثيوبيين يفتكر أن هذه مسائل فنية ويفتي فيها الفنيين ويمكن يصلوا فيها لحل في حين أن الأخوة المصريين ينظروا لها بطرق على أن هذه الحكومة الأخوة الأثيوبيين يعني يمارسون نوع من المماطلة. نعم أستاذ طيالة، يعني فنيا ماذا يعني أن سد النهضة هو لتوليد الكهرباء؟ يعني فنيا ماذا تعني هذه المعلومة؟ فنيا تعني هذه المعلومة أن لا يوجد لا لا يعني لا يمكن تخزين مياه أكثر من بحيرة الخزان لفترة مرة واحدة. نعم. بمعنى أن المياه لإنتاج الكهرباء مجرد ما تتملي البحيرة يصبح ثاني ما في تخزين للمياه. فكل المشكلة بتكون في فترة ملء البحيرة يعني والمدة الزمنية والتوقيت مليها في خلال لا 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 الفترة في طول رمضان. نعم. هناك من يتحدث عن يعني ملء بحيرة السد سد النهضة في أوقات الجفاف، هل هذه الحصة التي يعني تمر وقلة وشح الأمطار في مواسم الجفاف يمكن أن تؤثر على حصة الدولتين السودان ومصر؟ بالنسبة للمسألة طبعا وما فيها هي صحيح انه في فتره الامطار اذا كانت في وفره في الامطار الاخوه المصريين لا يتضررون، لكن هناك في اتفاق على خمسه مراحل، المرحله الاولى مدتها خمس سنوات، الاخوه المصريين يطالبون بان لا يكون مستوى البحيره السد العالي اقل من 165، وهم تقريبا بيطالبوا بنفس الشكل بتاعتهم اللي هي 55 مليار متر مكعب. الاثيوبيين يرفضون هذا المبلغ. في فتره في خلال فتره الجفاف طبعا المساله كلها انها مربوطه بانه والله تقريبا حصه السودان حتمشي كحل يعني 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 وسط على اساس حصه السودان تمشي لملء الخزان على اساس انه الحصه المصريه ما تظل اصلا في فائض من 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 مياهنا نحن بنستخدمها 16 مليار متر مكعب فيها فائض تمشي لل في السد العالي. الاغوا المصريين حريصين على اساس انه حصتهم ما يزيدوا وانه ياخذوا من الحصه الفائض بتاع مياه السودان وهذا هو محور هروب الموضوع. المرحلة الثانية من بعد السنتين وبعد فترة السنتين في المرحلة الثانية بعد السنتين انه الاخوة المصريين يطالبون بان لا تغل كمية المياه عن 40 مليار متر مكعب. في حين انه الاخوة الاثيوبيين يرفضون هذه المسألة ويرون ان يعني الحد الادنى 35 مليار متر مكعب. نعم. فالمسألة في فترة الجفاف نعم يس ربما تحدث، ولكن ايضا كمان نحن يعني نعلم انه السد العالي يستقبل اكثر من 55 مليار متر مكعب مضاف اليها كميه الامطار كميه حصه السودان وكميه الامطار الوارد كميه المياه الوارده من النيل الابيض ايضا. نعم استاذ طيالة، يعني ما هو الدور الذي يمكن ان تلعبه الولايات المتحده الامريكيه من خلال هذه الوساطه في يعني انهاء حاله الجدل المحتدم في ملء بحيره السد؟ يعني ماذا تتوقع من خطوات يمكن ان يقوم بها الجانب الامريكي؟ والله طبعا نحن حسب الاعلام انه الجانب الامريكي ومعه رئيس البنك الدولي. نعم. وحسب الاتفاق المواقع الاطار المواقع بين حكومه السودان ومصر واثيوبيا ان هنالك يعني بند اللي هو البند العاشر انه يلجؤون الى طرف ثالث له خبره في مجال المياه العابره في حاله انه الوصول الى طرق مسدوده. الاخوه المصريين يقولون انه وصلوا الى طريق مسدود في حين انه الاخوه الاثيوبيين يقولون لا نحن ما وصلنا الى طريق مسدود، ولكن خلاصه الامر انه انا افتكر انه الحكومه الامريكيه بوجود البنك الدولي نعم والاتفاق طبعا اتفاق 2015 اتاح للاخوه اللي يشوفوا الحصول على تمويل يمكن ان يرسوا مساله الجزره على انه يعني يقدمون يعني دعم للحكومه الاثيوبيه في المغابه يعني تطيل فتره ملء الخزان نعم بحيث ان يعني يعني ان تقلل من المخاوف المصريه في تجفيف بحيرة السد العالي او نقصان المياه او ما يترتب عليه في 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 المسائل في داون ستريم. ولكن الاهم من كده هو اجتماع غير ملزم، يعني هذه المساله هذا الاجتماع الثلاثي
مع وجود الحكومة الأمريكية اللي هو غير ملزم. إذا أصرت الحكومة الأثيوبية على مسألة إنه لازم الخزان يتملي بثلاث سنوات، أعتقد هذه مشكلة. ولكن أنا أعتقد إنه ربما وأرجح إنه تكون في يعني مسافة ما بين السبع عشر سنوات وما بين السنتين، يكون مدة أربع أو خمس سنوات مثلا أو ست سنوات تكون هي يعني فترة الخزان مع مراعاة إنه الله فترات تضع على اعتبار. نعم. تيالا المدني الخبير في قضايا المياه، يعني أخيرا كما طالعنا في الأخبار وافقت الخارجية السودانية أو وافق السودان بالمشاركة في هذه الدعوة المقدمة من الولايات المتحدة في قضية سد النهضة، يعني كيف تقيم مشاركة السودان وماذا تعني هذه المشاركة أو قبول المشاركة؟ ولا طبعا السودان هو جزء أصلي من مفاوضات سد النهضة والدولة عابرة، ونحن لنا فوائد كبيرة جدا ونتضرر في كلا الحالتين. ولكن نحن للفوائد الكبيرة من سد النهضة الناس بيقولوا انه والله اول حكومة السودانية تسعى لوجود حدود وسطى ما بين مخاوف الاخوة المصريين وطموحات الاخوة الاثيوبيين ايجاد منطقة وسطى بحيث انه تسمح بانشاء السد، تسمح باكمال السد، تسمح بانه والله نحن كلنا نصل لفوائد، لانه هسه الناس يتكلمون عن المشاركة في الفوائد وليس المشاركة في الحكومة. طالما انه في مبدا بتاع مشاركة في الفوائد نحن اولى بهذا المبدا، واعتقد انه الحكومة السودانية سوف تسعى لتقريب وجهات النظر ايضا، لانه يهم الامر ويهم ان اكمال المشروع ويهم الاستفادة من الخدمات اللي يقدمها مشروع السد. طيب المدني الخبير في قضايا المياه، شكرا جزيلا لك. أصدر رئيس الوزراء عبد الله حمدوه قرارا بإعفاء عدد من وكلاء الوزارات شاملة الثروة الحيوانية، التربية والتعليم، البنى التحتية والنقل والمالية والتخطيط الاقتصادي. وعفى قرار حمدوك المهندس مالك بشير محمد الحسين من وظيفة وكيل وزارة البنى التحتية والنقل، وتعيين عمر أحمد محمد وكيلا للوزارة. وفي ذات السياق تم إعفاء أحمد محمود شيخ الدين أحمد من وظيفة وكيل وزارة الثروة الحيوانية، وتعيين دكتور عادل فرح إدريس وكيلا للوزارة. وصف والي غرب كردفان المكلف عبد الله محمد عبد الله المشروعات التنموية بالبلاد بالفاشلة. وقال والي غرب كردفان لدى مخاطبته ورشة حول التخطيط ان غياب التخطيط الاستراتيجي في المرحلة السابقة كان سببا في فشل كافة المشروعات التنموية بالبلاد. واضاف الوالي ان المرحلة الحالية من عمر البلاد مفصلية وتحتاج الى تخطيط استراتيجي منهجي يخرج البلاد من ازماتها المتعددة. وقال انه آن الاوان لاعمال الشفافية والتعامل بجدية مع جذور المشكل السوداني الاساسي، واشار الى تجارب بعض الدول الناجحة بفضل اهتمامها بالتخطيط الاستراتيجي. مشكلة السودان أو مشكلتنا عموما كيف نخطط استراتيجيا، بلد فيها موارد في كل المجالات، ولكن غياب التخطيط الاستراتيجي هو الأساس في فشل كل هذه السياسات. كل الأشياء اللي نحن بنقوم بها كانت تكتيكية وليست استراتيجية، مربوطة ببقاء أشخاص، مربوطة بسرعة نسبة الإنجاز للشخص المعني، ولكن نحن نستشرف عهدا جديدا يجب أن تسود الشفافية وملامسة جذور المشكلة السوداني الأساسية. وقصدنا بهذا الملتقى أو هذه الورشة أن تكون ورشة تعليمية كلنا نتعلم منها. وفي السياق قال الأمين العام للتخطيط الاستراتيجي بغرب كردفان عمر جنديل إن خطة الفترة الانتقالية تبدأ بخطة مرحلية عمرها ثلاث سنوات، تنبثق عنها خطة تشغيلية سنوية وخطة إسعافية لمدة 200 يوم. نحن نسعد أن يبدأ المشوار بخطة مرحلية ثلاث سنوات، ثم تبدأ تنبثق عنها خطط سنوية، وابتداء نبدأ بمرحلة إسعافية. كل هذه المراحل الثلاث هي مراحل الخطة المرحلية التي نبدأ بها عملية التغيير. وأن يبدأ هذا العمل من رحاب الاستراتيجية بولاية غرب كردفان، هذا الموضوع له دلالات،
أولا لأن منهج التخطيط الاستراتيجي هو منهج يختلف عن التخطيط التقليدي في مرتكزات أساسية. أولا هو تخطيط تشاركي وليس ديواني،